ايه السيناريو اللي لفت نظرك موجود وممكن تعيدي صياغته من الحاجات اللي مخزونة في الإدراك بتاعته؟ لا، ما هو كان في فيلم اللي هو اولاد الشوارع ده اللي كان مفروض هينتجه وعبير تخرجه، وهو نفس القصة، اطفال الشوارع اللي هو ما زالت موجودة. هو كان عنده حلم ينتج وانت تمثلي وعبير تخرج. ايوه دي حقيقة. الحلم ده توليفة جزء دي. منه راح برحيله، لكن الجزء التاني ممكن يتحقق يوم ما. حاولنا وعبير خدت الفيلم عرضته، كان على اكتر من ممثل كده، قال لك اللي بيكتبه فريد شوقي ما يعملوش غير فريد شوقي، بيبقى روحه في الورق، فبيبقى صعب يعني. منه استاذ محمود مرسي مثلا، منهم استاذ دريد لحام، منهم استاذ محمود عبد العزيز، يعني قصدي قال لك فريد شوقي ليه بصمته في الورق. ما انت عارفه، هو لو انت بصيتي في تاريخ، طبعا مع احترامي كل الفنانين الجمال الموجودين عندنا، هو ما فيش غير فريد شوقي واحد، يعني دي حقيقة. مش هتلاقي كوبي لاي، ممكن تقولي واحد شبه فلان وفلان وفلان، ولا حد جه زي فريد شوقي ولا هيجي. خلاص هو دي بصمته، لانه كان عاشق للمهنه، مش عاشق لشخصه ولا لمجده. كانت السينما بالنسبه له اللي هو دي رسالتي في الحياه، يعني انا ربنا اداني الموهبه دي عشان اخدم بيها مجتمعي. يعني الفنان الوحيد اللي بافلامه عمل قوانين في مصر. اه طبعا. ولغايه دلوقتي عايشين عليها. اه طبعا. يعني انا لما بفتح الجنان والاقي سمح وزير الداخليه بخروج السجين لزياره، اللي هو كلمه شرف، بترحم على ابويا. اه طبعا. بقول الله يرحمك. صح. صح. مفيش حد غير يمكن نور الشريف كان مهموم كده. الجيل الجديد مش شايفه فيه حد كده؟ مفيش افلام اجتماعيه، يعني يمكن الدراما اللي بيبقى فيه مسلسلات اجتماعيه، لكن السينما شايفاها كلها اكشن، يعني اكشن او كوميدي، مش كده؟ مفيش. طب انتوا خمس بنات، لكن رانيا كان لها يعني السحر خاص ومكان خاص وكل حاجه خاص عند الملك فريد شوقي. والله خالص يا سوسو، بالعكس. هو ما حتى ما مره تساليه طب بتحب مين اكتر واحده فينا، يقول لك بحبكم كلكم قد بعض. هو ما كانش بيحاول، بس انا كنت فارضه نفسي عليه، وعشان كمان انت الاصغر. ما هو بالظبط يعني، وانا برضو اللي بحب التمثيل، خلي بالك. فكل ده برضو من يعني من وانا طفله، من وانا عندي 6 سنين بقول هطلع ممثله، ما غيرتش الموضوع من 6 سنين. وتجيبي حاجه شريهان وتقعدي تتفرجي على شريهان شريهان ولا وسيناريوهات بابا القديمه، بنجيبها وبنوسع، بنقسم الادوار وبنعملها. وكان في مسرحيه بيعملها اسمها الحراميه، بعد ما الستاره تقفل كنا بنطلع انا واولاد اخواتي اون ستيج ونبتدي نتقمص الادوار. ده كان في مسرح الريحاني، عشان كده ما اشتغلت في مسرح الريحاني بمسرحيه ربنا يخلي جمعه. لا سوري، بابا جاب موز. افتكرت اوضه بابا اللي كانت فوق، اللي هي كانت اوضه الفنان العظيم نجيب الريحاني وكده، لقيت المواضيع اختلفت عن زمان. عارفه لما في دماغك ذكريات وتلاقي حاجه ثانيه. انا كمان اقرب شخصيه، يعني الكاركتر قريب لبابا قوي، يعني اللي هو طيب بكلام كل الناس.